مولاي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الأحوال يا أبا بشر؟ لا بأس لا بأس. غريب، أمس كانت جيدة. إنه تقلب الأحوال فحسب. فما النصيحة؟ لا يأمن المرء كثيرا خارج الفسطاط، في الضواحي والصحاري هناك بعض التفلت. بعض التفلت؟ ارفع عطايا رجال السري حتى تأمن شر التفلت. أرسل السري لي رسولا. وماذا يريد؟ نصحني بالرحيل. ينصحك بالرحيل وهو أسير لدى الجروي؟ لم يعد كذلك. يبدو أن بعض التقلبات لا تحدث في الفسطاط فحسب. هل أخبرك شيئا عني؟ لم يأتي على ذكرك. هل كنت تنتظر منه شيئا؟ لو كانت روحي بيده لما طلبتها. ولا أعطاك هو إياها. أنا ماذا تنوي؟ لا تقلق علي، خذ حذرك أنت، وأنصحك بالبقاء هنا. لا تقلق يا مولاي، أصبحت خبيرا بالفسطاط وبالصحراء أيضا. لا تنسى أن تضعها في مكانها المناسب عند الانتهاء. كالعادة يا مولاي. وانتبه يا أبا بشر، الصحاري هنا ليست كما تبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته.